واحد بيقول تقول الوصية اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، مع ان الواقع العملي واحتياج الشخص للمال يتطلب هذا المال بصفة ملحة. هو قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ما قالش اطلبوا بس ملكوت الله وبره، اطلبوا اولا، يعني دي الحاجة الاولى في حياتك تكون ملكوت الله وبره. ومع ذلك كل حاجة عايز تطلبها اطلبها، ربنا ما يمنعش عنك انك انت تطلب.